أشعل الفرنسي زينالدين زيدان مدرب ريال مدريد التكهنات حول مصير الويلزي جاريث بيل نجم الميرينجي خلال الفترة المقبلة باستبعاده من قائمة الفريق لمباراتين على التوالي. ورغم الجاهزية الفنية والبدنية لبيل، استبعده زيدان من مواجهتي فياريال وريال سوسيداد بقرار شخصي منه، رافضاً الكشف عن سبب القرار لوسائل الإعلام. وكان وكيل بيل قد صرح مؤخراً بأن استبعاد اللاعب عار، مشيراً إلى أن الأمر فقط بيد مدربه زيدان، ومشدداً على رغبة الويلزي في الاستمرار ضمن صفوف الملكي في ظل تبقي 3 سنوات في عقده. وتفيد كل المؤشرات برغبة زيدان في الإطاحة ببيل، الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في رحيله عن منصبه الصيف الماضي بسبب تمسك الإدارة به. ويجهز زيزو السيناريو الأسود لبيل إذ يخطط لبيعه في الميركاتو الصيفي، وفي حال لم ينجح الويلزي في إيجاد ناد جديد خلال الفترة المقبلة فسيقوم زيدان بإرساله للتدرب مع الفريق الرديف. وبالفعل بدأ ريال مدريد اتصالاته مع أندية مختلفة في أوروبا والصين لمعرفة موقفها من التعاقد مع بيل، كما أن إدارة الميرينجي أبدت استعدادها لدفع جزء من راتب اللاعب الضخم.